شو يا راشد، ليه زعلان؟ مو شلون ليه زعلان؟ انت غيرتي الان مجريات الاحداث مع غاده. خلقتي قناه تواصل بينك وبين غاده، فتحتي بوابه جهنم. اتفاقنا يا بنت الناس كان ايش؟ ما في لغه عربيه بينك وبين غاده. طيب انت ما بدك نكون مرتاحين بالبيت؟ الا اكيد نحب بعض؟ اكيد. طب خلص، انه هيك صرنا اريح نفهم على بعض، غاده مرتاحه اكثر. مش حرام كانت تنام، ما تنام بالليل تتعلم طول الليل فرنسي، وطلال يتعلم فرنسي، مش احلى هلا؟ انت عارف مرتاحين؟ وانت عارف الاسلوب الان اللي قاعده تمشي معك غاده فيه؟ غاده جالسه تغيظك في كل الاحداث اللي بتحصل، في كل شيء. عرفت انك تفهمي عرب، تفهمي على العربي، فصارت كل الاحداث بتغيظك فيها. تعال يا راشد، روح يا راشد. طيب انا تعاطفت معه وحكيت عربي. وبتتحملي عواقب فعلك هذا؟ بدي اتحمل اكيد. هاي مشكلة. نشوف هلا شو بيصير. باللغة الفرنسية مو كان احسن واسهل؟ لا، لانه ما كان حدا يفهمني شو عم اقول. انا كنت افهمك. بس انا عايشة مع العيلة كلها. تحملي فعلك هذا، بس فهميني ايش الدافع اللي خلاك تفضحين حالك. مع الاسف ما فيني اقول لك. مش انتوا بتقولوا كل شيء بوقته حلو؟ خلص قريب رح يعرفوا ليه.